الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى الله عليه اللهم وسلم. اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين. آمين. ولازلنا مع مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومع مسند بني هاشم. قال حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثاني النصري أن عمر دعاه فذكر الحديث قال فبينما أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفعه فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فأدخلهم فلبس قليلا ثم جاءه فقال هل لك في علي وعباس يستأذنان؟ قال نعم. فأذن لهما فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الصوافي التي أفاء الله على رسوله من أموال بني النضر. بني النضير. فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر أتأذئد أنواشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة يريد نفسه؟ قالوا قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعلى العباس فقال أناشدكما بالله أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل كان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم إلى قدير. فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما أحتازها دونكم والله ولا أستأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتيهم من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا الحديث الثاني مكرر نفس الأمر فيه نفس الطول وهو اختصام علي بن أبي طالب والعباس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أشهدهما النبي صلى الله عليه وسلم أشهدهما عمر بن الخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والفيء كان يأخذ منه نفقة سنة عام لأزواجه ثم يجعل بعد ذلك الباقي فين؟ في القرى ويرجع على المسلمين. ثم أبو بكر فعل ذلك ما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت زينب لأبي بكر تطلب منه إرث النبي صلى الله عليه وسلم سهمها في فدك وخيبر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وأشهد على ذلك الناس. وعمر قال ففعل فيه أبو بكر مثل ما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صدر من خلافتي فعلت فيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وشاهدوا على ذلك. ثم جاء هؤلاء فطلبوا ذلك أن هم يتولوا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعلون ذلك. فلما ترك ذلك لهم جاء يختصمان. فهو خيرهما أن يقيم عليه كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر وقام هو أو يترك ذلك وهو يتولى هذا فيفعل فيه مثل فعل أبو بكر وفعل عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شوف قال فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنة ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني نفس الأمر وهو أشهد على ذلك وأنه فعل فيه مثل ما فعل أبو بكر وفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إرث له ما ترك شيئا للإرث حتى لا يقال أنه أتى بالدنيا لأولاده إنما ترك ما تركه وتركه صدقة. قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.